يا مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. فيديو اليوم راح نسجلكم فيه اختياراتنا لجولة الدبل 29، الجولة اللي نتوقع فيها انه نجيب فوق 100 نقطة انا وفاروق. واحد الله، فخليكم معنا لاخر الفيديو عشان تشوفوا اختياراتنا لهاي الجولة. شوف فاروق، شافك مش مخترع انك راح تجيب 100، يعني 100 100 والناس نايمين. خلينا نشوف الاختيارات. والله الجولة 28 كانت مأساوية انا بالنسبة لي، يعني صراحة. بس يلا خلينا نشوف الاختيارات، بس قبل ما نشوفهم خلينا ما تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تمام، اول اشي معانا فريق شريف. اوكي، فاول اختيار معي هو حارس المرمى. حارس راح يكون رامزديل لهي الجولة. رامزديل عنده مباراتين حلوين بارضه امام ليستر وليفربول، ممكن ما راح يجيب الكلين شيت بين مباراتين، بس بتوقع منه على الاقل 8 نقاط، يعني كلين شيت وكم من تصدي وممكن بونس من مباراة ليستر. خط الدفاع، اول واحد عندنا هو فان دايك. ليفربول عندهم دبل مع برايتون وارسنال، وانا بتوقع انه في كلين شيت واحدة على الاقل، ورأسية فان دايك الخطيرة كمان ممكن تظبطنا ويجيب لنا نقاط. وثاني اختيار بالدفاع عندي هو ارنولد. ارنولد كمان نفس مباراة فان دايك، برايتون وارسنال، وارنولد الجولة الماضية جاب 12 نقطة، وانا متأمل منه بهالجولة انه رح يجيب نقاط حلوة، لانه يعني حتى لو المباريات برا ارضهم وفي واحدة امام ارسنال، بس اتوقع انه ليفربول فريق قوي جدا وبنقدر نستفيد من لعيبته بنقاط كثيرة. الخيار الثالث عندي هو تيرني. تيرني عنده مباراة مع ليستر وليفربول، صراحة هو موجود عندي تيرني بالفريق عشان هيك هو عم بيلعب معي، بس مش كتير بنصح انه يكون عندك الحارس ودفاع من ارسنال، لانه مبارياتهم مش كتير سهلة لدرجة انك تكون الكلين شيت مضمونة، بس انا عندي بالفريق وعنده دبل فرح يكون عندي اساسي. الخيار الرابع بالدفاع هو روديجر. شفنا روديجر تشيلسي معروفين، يعني الكلين شيت تقريبا شبه مضمون بيكون بمبارياتهم، مباراته سهلة امام نيوكاسل بالستانفورد بريدج، بس شفنا روديجر كان على البنش بمباراة نوريتش اليوم، بالمباراة الثانية بالدبل اللي عندهم 28، فأتوقع رح يكون أساسي بالجولة الجاي وأملي فيه إنه يجيب الكلين شيت. والخيار الخامس في الدفاع هو دوهيرتي. طبعا هذا التبديل لهي الجولة، بدلته مكان دينا تبع أستون فيلا وجبت دوهيرتي، لأنه دوهيرتي عم بتألق وأتوقع ضمن مكانه أساسي بالتشكيلة، عمل أسستين وجول في المباراة السابقة، وعنده دبل حلو امام اليونايتد وبرايتون، فبتوقع منه نقاط حلوه. وممكن كمان ريجلون يكون خيار بالنسبه لي، لانه اتوقع كمان هو ضمن مكانه اساسي مع اصابه سيسنيون، فممكن افكر بريجلون. ما شاء الله تشكيلتك كلها دفاع شريف. صراحه انا حبيت هاي فكره الدفاع، يعني الجوله 28 كمان عندي 5 مدافعين، فهاي المره كمان نازل بقوه بالدفاع. ان شاء الله تزبط معك. ان شاء الله. وهلا على خط الوسط عندي كولوتشيفسكي، كمان هذا راح يكون تبديلي لهي الجوله مع سالب 4، راح اعمل حجيب هذول اللاعبين من توتنهام. كمان توتنهام عندهم مباريات بالجوله 30، عندهم مباراه ما حيكون عندهم بلانك، ففرصه استفيد من لعيبتهم. بدلته محل بوين، وكولوتشيفسكي شفناه صراحه هو خيار بشبه سون، بس الفرق بينه وبين سون انه هو ارخص تقريبا ب 4 مليون من سون، فبتقدر توفر مصاري وتحطه بمكان ثاني طبعا، فعشان هيك انا نقيت كولوتشيفسكي لانه ما معي مصاري اجيب سون. وكولوتشيفسكي خطير، عم بيعمل اسيستات وعم بيكون له مساهمات هجوميه حلوه. وكابتني طبعا للجوله هو محمد صلاح، هذا هو الكابتن اللي اتوقع راح يكون كابتن معظم لاعبين الفانتسي، لانه هو صلاح وكمان صلاح هلا متحمس زياده، لانه بالمباراتين السابقتين ضيع فرص كثيره، وحكى بعد مباراه انتر انه هو راح يسجل كثير بالجيمات القادمه، واتوقع منه هاتريك ببرايتون واربع اجوال ضد ارسنال. الله اكبر، هاي كابتني. ان شاء الله، فاي حدا مو مستخدم التريبل يحط على صلاح وعلى مسؤوليتي، راح يجيب لكم تقريبا 100 نقطه اذا مش اكثر. يعني ما شاء الله شريف، صاير توقعاتك خطير جدا انت. أنا نار التوقعات. ونروح للخيار اللي بعديه هو رافينيا. رافينيا عنده مباراة مع نوريتش، نوريتش فريق ضعيف جدا وبيستقبل أهداف كثيرة، ورافينيا عندي بالفريق، يعني مش إني جبته وراح أعتمد عليه بهذه الجولة، حتى لو بالجولة 28 لحد الآن ما عمل إشي، هو هلا عم بيلعب مباراته مع أستون فيلا، بس راح يكون خيار حلو أمام نوريتش. والخيار الرابع بخط الوسط هو سميث رو، اللاعب اللي انا عندي اياه من اوليه الموسم وما عمره طلع من فريقي صراحه، مع انه هو بطل اساسي وصار ينزل من الدكه بالمباريات، بس صراحه عندي اياه وعنده دبل فما بدي ابيعه وبدي استفيد منه، يعني هو كان ينزل من الدكه بالمباريات السابقه باوليه نص الموسم وكان يسجل، فاملي فيه انه يسجل له هدف ان شاء الله بوحده من المباراتين. واخر خيار عندي هو خيمينيز.
خيمينيز رجع اساسي مباراه اليوم امام واتفورد لانه كان بنش في المباراه السابقه وسجل هدف لولفز كمان امام واتفورد فراح يكون خيار حلو كمان امام ايفرتون الفريق اللي عم بيعاني اخر فتره. وبس عندي على البنش لخيا امام توتنهام، واتكنز امام ويستهام، دينيس امام ساوثهامبتون، وماديسون امام ارسنال. يعني هدول خيارات البنش صراحه فضلتهم، فضلت خيمينيز على واتكنز وعلى دينيس صراحه لانه بحس انه خيمينيز عنده اسهل مباراه وممكن يسجل يعني بهاي المباراه. وبس فهي اختياراتي لهاي الجوله وان شاء الله تكون جوله قويه واقدر اعوض الخسارات اللي خسرتها بالجوله 28 100%. وهلا بننتقل لتشكيلتي، تشكيلة الأسطورة فاروق، خلينا نشوف. نعم ما غيرت، سويت تبديلين صراحة من تشكيلتي عن جيم ويك 28. بالحراسة هذا الأسبوع راح أنزل بيكفورد عند مباراة ضد وولفز نيوكاسل، حارس الثاني هو رامزديل، بس صراحة مقرر أنزل بيكفورد عشان بحس إنه في أمل إنه يطلع بكليت شيت أكثر. حلو صراحة المخاطرة هاي، يعني هو أتوقع مباراة إيفرتون، مباراة إيفرتون أسهل من أرسنال. ممكن. بس هي مخاطرة، انت تعرف ايفرتون يعني مش كثير اداها منيح. بعدها بننتقل للدفاع، اول اختيار راح يكون عندي دوهيرتي، هذا اول تبديل عملته بالجولة، طلعت كلمن عشان كلمن خلص صار بطل كثير اساسي عشان بولي رجع مدافع وولف، فجبت دوهيرتي بداله. طبعا تقدروا تختاروا يا دوهيرتي يا رودجر للي دايخين بدفاع توتنهام، بس انا وشريف اخترنا دوهيرتي لفرقنا. والاختيار الثاني بالدفاع عندي جيمس مو اكيد يلعب، لسه ما في اخبار عن ولا حيغيب. اتوقع انه ما راح يلعب، هو راح يغيب للجوله 31 اكيد. ايوه بالضبط، جيمس راح يغيب عندي، فهلا بحكي لكم شو خطه عندي. ثاني اختيار بالدفاع هو روديجر، عنده مباراه ضد نيوكاسل. واخر اختيار بالدفاع هو روبرتسون، عنده مباراه ضد برايتون وارسنال. زي ما حكى شريف دفاع ليفربول بضل قوي حتى لو المباريات كانت صعبه. بعدها للوسط، اول اشي عندي الكابتن صلاح زي ما حكى شريف، بس طبعا انا مش متوقع منه يجيب لي 100 نقطه. ان شاء الله يطلع، ان شاء الله يطلع لنا بجولين واسيست مش اكثر من هيك صراحه، اصلا كثير عليه حاليا الفورم تبعه. بس فصلاح كابتن، وعندي ساكا عنده مباريات وغلط، هذول ساكا راح يلعب ضد برايتون، لا مش برايتون ليفربول وليستر. ايوه بأرض. اول مباراة ليستر وثاني مباراة ليفربول، وبعدين عندنا رافينها ضد نوريتش. وجبت ثاني تبديل للجولة هاي، جبت كوليسيفسكي بدل هافرتس، كان عندي هافرتس الجولة الماضية وأبدع وجاب لي كثير نقاط، بس حاسس إنه كولتشيفسكي هاي الجولة لازم أجيبه صراحة، عشان إنه زي ما حكى شريف لاعب خطير جدا وهو أرخص من سون، بس نفس الأداء تقريبا، ممكن سون شوي أحسن أخطر كأهداف، بس كولتشيفسكي بيعمل كثير أسيست. عنده مباراة ضد مانشستر وبرايتون. بالهجوم عندي آدمز، عنده مباراة ضد واتفورد، وعندي كمان كين راح يلعب ضد مانشستر وبرايتون. انا اخترت، كان الاختيار يا سون يا كين، فانا اخترت كين وعشان الاختيار الارخص من سون موجود اللي هو كوليتشيفسكي. انا صراحه كين افضل خيار من توتنهام، يعني اذا انت عم بتفكر احد من توتنهام دائما كين هلا انفورم، حتى ممكن تفكر فيه بكابتن غير صلاح، يعني يكون كابتن مختلف وممكن يجيب نقاط اكثر من صلاح حتى. بالاحتياط عندي رامزديل، هوانغ، ليفرمنتو ورامزي. ليفرمنتو راح انزله بدال جيمس، وصراحة انا كنت مفكر اسوي بنش بوست، بس على الاغلب ما راح اسويها عشان اول شيء جيمس مصاب، وطلعت كمان مرة على المباريات ما كانتش كتير قوية، بس يمكن لو جيمس ما كان مصاب كان سويتها، بس على الاغلب راح اخلي، اتوقع يجيك فرصة احسن البنش بوست يعني صراحة، فراح اخليها ما استخدمها، حنزل ليفرمنتو بدل جيمس ونتوكل على الله بهالاسبوع. مش عارف صراحة، انا بعد عشاني ما كابتنتش جيمس بجولة 28 فراح عليه كثير نقاط، بس لسه وضعي كثير منيح وطلعت مع انه جايب 80 نقطة انت ولا 70، لازم انا جايب انا جايب يدوب 50 وصلت، لسه ما خلصت المباراة رح تجيب اكثر، بس رميها على الله، رميها على الله يا صاحبي.
خلاص ما هو بالضبط. طيب اهم شيء طلع الرانك تاعي، طلع له ابو 60,000 40,000 يمكن. انا تسحسل الرانك تاعي. نزلت نزلة قوية، بس بنعوض بنعوض ان شاء مية الله. بالمية وبس والله هيك اختياراتنا للجولة 29. اذا عندكم اي سؤال او عندكم اي شيء اكتبوا لنا بالكومنتات، احكوا لنا شو اختياراتكم، شو تبديلاتكم لهي الجولة. وبس ما تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب عشان تدعمونا ونضل مكملين. بنشوفكم بالفيديو الجاي. بس awesome.